إذن أردوغان يقول إن وزير خارجيته يرتب لهذا اللقاء، وعندما سأل أو عندما سئل الرئيس السوري بشار الأسد عن هذا اللقاء قال في 15 يوليو: نحن قمة هرم السلطة في بلدينا، إذا كان العناق يحقق مصلحة البلد أنا سأقوم به، والمشكلة ليست باللقاء بل بمضمونه. إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج، أو إذا كان العناق، أو إذا كان العتاب، أو إذا كان تبويس اللحى كما يقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به. ولكن المشكلة لا تكمن هنا، تكمن ليس في اللقاء، وإنما تكمن في مضمون اللقاء. هل ستكون هذه المرجعية هي إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب وانسحاب من الأراضي السورية؟ هذا هو جوهر المشكلة، لا يوجد سبب آخر. إذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر، فماذا يعني لقاء؟